استقبل سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات وفدا رفيع المستوى من شركة إيكوم الدولية. وخلال الاجتماع تمت مناقشة أهم مشاريع الوزارة والخطط المستقبلية المتعلقة بقطاع المواصلات، كما تم استعراض عدد من المشاريع الاستراتيجية التي نفذتها الشركة في المنطقة وأوجه التعاون في هذا الخصوص. وأعرب سعادة وزير المواصلات والاتصالات عن تطلعه لمزيد من الشراكة مع القطاع الخاص بما يعود بالنفع على تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة في قطاع المواصلات